ويمكن زي ما احنا عارفين الدولة بتولي اهتمام كبير جدا بمشروعات الانتاج الزراعي، لان ده ملف من الملفات يعني الموجودة على رأس اولويات الدولة. شفنا من يومين افتتاح مستقبل مصر وجني ثمار المحصول فيه، وقبل كده توشكا، وامبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استعرض الموقف التنفيذي الحالي لمشروع زراعة 1.5 مليون فدان على مستوى الجمهورية، وده في نطاق شركة تنمية الريف المصري بما في ذلك مكونات البنية التحتية من شبكات الطرق والكهرباء والاتصالات ومقننات مياه الري، وده في المواقع الجغرافية المختلفة. في الحقيقة المشروع ده بيتم تنفيذه على مستوى الجمهورية خصوصا في مناطق المنيا ومنفلوط وتوشكا والمغرة وسيوة والفرافرة والطور. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات شركة تنمية الريف المصري الخاصة باستصلاح الأراضي، وقد تم استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمشروع زراعة 1.5 مليون فدان على مستوى الجمهورية في نطاق شركة تنمية الريف المصري، بما في ذلك مكونات البنية التحتية من شبكات الطرق والكهرباء والاتصالات ومقننات مياه الري، وذلك بالمواقع الجغرافية المختلفة للمشروع على مستوى الجمهورية، خاصة مناطق المنيا ومنفلوط وتوشكا والمغرة وسيوة والفرافرة والطور. كما تم عرض الجهود المبذولة على مدار الفترة السابقة لتطوير شركة تنمية الريف المصري وتعظيم الاستفادة منها، خاصة تطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة وإنشاء قواعد بيانات دقيقة لمتابعة ورصد موقف الأراضي ووضع نظام أساسي لتكويد الأراضي التابعة للشركة، وكذا إعداد الخطة التسويقية الشاملة لأراضي الشركة. وقد وجه السيد الرئيس بقيام جميع جهات الاختصاص بالدراسة المدققة لأي تحديات راهنة قد تكون استجدت وتواجه المشروع، خاصة ما يتعلق بإمدادات مياه الري وجودتها ومكونات البنية التحتية، لا سيما تلك المتعلقة بتمهيد الطرق وأعمال التغذية الكهربائية وتطوير الآبار، فضلا عن النظر في توطين بعض الأنشطة الأخرى الإضافية بالأراضي التابعة للشركة، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة القصوى من إنتاجية المشروع. أيضا الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد المرحلة الرئيسة لمشروع مراكز القيادة التعبوي خالد 20 واللي بتجري المنطقة الجنوبية العسكرية، وحيستمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة، وده كان في حضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسة وعدد من قادة القوات المسلحة. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي خالد 20 والذي تجريه المنطقة الجنوبية العسكرية، ويستمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. وألقى اللواء أركان حرب محب حبشي خليل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية كلمة أكد فيها على استعداد مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم وبذل كل الغالي والنفيس للدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه، مقدما الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المتواصل للمنطقة الجنوبية العسكرية. بدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بتقديم عرض مختصر للفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ في الموقف أثناء المشروع، وناقش الفريق أول محمد زكي عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية اتخاذهم القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى إتقانهم لها وفقا لتخصصاتهم المختلفة.
كما التقى القائد العام للقوات المسلحة برجال المنطقة الجنوبية العسكرية، ونقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الجنوبية العسكرية للقضاء على عمليات التهريب والتسلل والحفاظ على أمن الحدود الجنوبية للدولة ضد أي عدائيات، مشيدا بالمستوى الراقي الذي ظهرت به كافة العناصر المنفذة للمشروع بما ينم عن استعداد قتالي عال وتدريب مرموق أدى إلى الاحترافية في تنفيذ المشروع. كما طالب مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية باليقظة والاستعداد الدائم والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع والتي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة لكل الوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات. كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذهم لمهامهم، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء سير المعركة. لسه مستمرين في عرض أخبار قواتنا المسلحة، لأن امبارح غادر القاهرة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على رأس وفد عسكري رفيع المستوى متوجها لجمهورية الكونغو الديمقراطية، وده في زيارة رسمية. الزيارة دي هتستغرق عدة أيام، وده في إطار التنسيق الدائم والمستمر مع الدول الإفريقية الشقيقة. وأيضا أكاديمية نصر العسكرية العليا، وده بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، استقبلت وفد لعدد من الشخصيات الإعلامية البارزة في إفريقيا، وعقدت على هامش الزيارة جلسة لمناقشة جهود التعاون المصرية مع الدول الأفريقية وأيضا تاريخ العلاقات المصرية الإفريقية. وتضمنت هذه الجلسة مناقشة مجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأيضا التأكيد على أن العلاقات التعاون مع كل دول أفريقيا هي من أولى اهتمامات الدولة المصرية، وأيضا أهمية توفير البيئة المناسبة لدعم الاستثمار في البلدان الإفريقية مع بلورة آليات جديدة تهدف للتعاون المثمر والبناء بين دول القارة الإفريقية. ومن أكاديمية ناصر العسكرية العليا نروح لهيئة قناة السويس اللي نظمت أمس احتفالية. الاحتفالية دي خاصة لمجموعة من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، وكانت في مبنى المارينا الجديد شرق القناة في مدينة الإسماعيلية، وده للاحتفاء بأسر الشهداء وتعظيم البطولات اللي سطرها رجال وأبطال قواتنا المسلحة ورجال الشرطة البواسل، بالإضافة للتضحيات الغالية اللي قدموها في سبيل تراب الوطن وحفظ سلامة وأمن أراضيه ومقدراته. لسه مكملين مع حضراتكم الأخبار اللي حصلت امبارح، ويمكن من هذه الأخبار أنه السيد رئيس الوزراء بحث إجراءات تنظيم قطاع التطوير العقاري في مصر، وأيضا عرض لوثيقة سياسية وثيقة سياسة ملكية الدولة على الحكومة وطرحها للحوار المجتمعي، وأيضا تصريح رئيس الوزراء اللي قال فيه أنه الدولة شغالة على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية. مجموعة من الأخبار المهمة حصلت امبارح، كان أبرزها أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع لبحث إجراءات تنظيم قطاع تطوير العقارات في مصر. الاجتماع ناقش كمان مراجعة الصورة النهائية لمشروع قرار رئيس الوزراء بخصوص ضوابط بيع وحدات مشروع التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين، وده تمهيداً لإصدار القرار اللي هيكون خطوة سابقة لصدور مشروع القانون اللي تم إعداده بخصوص التطوير العقاري بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات مع المطورين العقاريين. كمان عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمراجعة مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة، وأكد رئيس الوزراء إن الاجتماع ده هدفه مراجعة المسودة اللي هتتعرض على مجلس الوزراء في صورتها النهائية، وبعد كده هيتم طرحها للحوار المجتمعي. لسه مع اجتماع مجلس الوزراء والدكتور مصطفى مدبولي اللي تابع الخطوات التنفيذية اللي تم اتخاذها بخصوص أحد المشروعات السياحية في المنطقة الغربية بمدينة العالمين الجديدة.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة شغالة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لإقامة المشروعات في مختلف قطاعات الدولة، خصوصاً المشروعات السياحية. نروح دلوقتي لجولة أخبار المحافظات ونعرف أهم الأخبار اللي حصلت فيها بالأمس. يمكن أولها أن تم تطعيم 100,000 مواطن ضد فيروس كورونا في حملة طرق الأبواب بمحافظة الجيزة. كمان محافظة أسوان فيها تأكيد المحافظ أن مفيش تعطيل لإجراءات المستثمرين في المنطقة الصناعية بالعلائي، ومدير مكتبة الإسكندرية دكتور مصطفى الفي تم استلام جائزة الشيخ زايد بالأمس، استلم الجائزة بالإمارات. ومعنا أخبار تانية كتير من إسكندرية وكفر الشيخ وبورسعيد والفيوم هنتابعها في التقرير التالي. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار اللي حصلت امبارح، كان أبرزها أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعلن تطعيم 100,000 مواطن خلال أول يومين من فعاليات حملة طرق الأبواب لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، واللي بدأت من يوم الحد اللي فات وهتستمر لحد يوم 2 يونيو. وكلف المحافظ الأجهزة التنفيذية بتقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات قدام أهداف الحملة. وأكد كمان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عدم التعطيل لأي إجراءات للمستثمرين الخاصة بتغيير المسمى أو النشاط أو الشكل القانوني داخل المنطقة الصناعية بالعلاقي بسبب التعقيدات الروتينية، وهيتم تقديم كل التسهيلات الممكنة طبقاً للقواعد والقوانين، ومنها إنشاء وحدة استخراج التراخيص جوه المنطقة للتيسير على المستثمرين وأصحاب الورش. الدكتور مصطفى الفيقي مدير مكتبة الإسكندرية استلم جائزة الشيخ زايد للكتاب السنة دي والميدالية الذهبية في حفل رسمي بدولة الإمارات العربية المتحدة. الدكتور محمد بشار مدير عام الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ قال إن عملية تطوير المجازر لجعلها آلية بشكل كبير ماشي بوتيرة متسارعة من أجل الانتهاء من عمليات التطوير مع حلول عيد الأضحى المبارك. ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في بورسعيد أعلن ارتفاع معدلات التوريد من الأقماح المحلية لموسم 2022 بشؤون محافظة بورسعيد في وجود اللجان الفنية المتخصصة لفرز واستلام القمح المحلي اللي بتشتغل من الساعة 8 الصبح ولحد 5 بالليل، وإنه بلغ إجمالي توريد واستلام القمح من المزارعين بكمية قدرت ب 5622 طن بدرجة نقاوة عالية الجودة. الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا أعلن اعتماد موارد مالية كبيرة من وزارة المالية للانتهاء من تجهيز وتشغيل كل المنشآت العلاجية في المستشفيات الجامعية زي مستشفى الجراحات الجديد ومستشفى الكلى وإنشاء مستشفى جديدة للطوارئ والحالات الحرجة، وإنه هيتم البدء في أعمال الإنشاءات في مستشفى 900 الجديد في المحلة أول شهر يونيو اللي جاي. الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم تفقدوا الأعمال الإنشائية لمركز إبداع مصر الرقمية بالجامعة بتكلفة 301 مليون و764 ألف جنيه. مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة الفيوم مساحته 3000 متر وهيتم الانتهاء من أعماله يوم 31 ديسمبر السنة دي، ووصلت نسبة تنفيذه 40%. كشف اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس عن إعداد المحافظة مشروع إقامة حديقة كبرى أشبه بالحديقة الدولية في القاهرة، وصفها المحافظ بأنها مفاجأة لأهالي السويس بالإضافة لتطوير ممشى النخيل، وأكد أن أعمال التطوير والمشروعات الترفيهية في المحافظة مش هتقف. كمان اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجة استقبل اللجنة الاستشارية بالهيئة المصرية العامة للمساحة، وده لتقدير قيمة عقارات المواطنين في منطقة الأشغال اللي هيتم إزالتها في إطار جهود الدولة لتنمية الصعيد وتطوير وتوسعات ميناء سفاجة البحري وإعداد التقرير الاستشاري المطلوب لعرضه على الجهات المختصة.